السلام عليكم بنات، درسنا اليوم كيفاش نفصلوا جوهره. الجوهره اللي فيها 3 متر وفي العرض، هنا ما تيكونش في العرض، تيكون فيها تقريبا 2 متر و20 هي اللي تيكون فيها. هانتوما نعبر هذه قدامكم، هانتوما 2 متر و15 هي اللي فيها في العرض، على 3 متر في الطول. كانت نيم توب على جوج، يعني كيعطينا التوب مترونس على مترونس، يعني ديك الجهه ديال 3 متر هي اللي كنتنيوها على جوج. طبيعه الحال نقلبوا الوجه على الظهر ديالو باش الا تراسينا بالستيلو ولا هذا ما يبقاش داك الشيء باين. هي جوهره صعيبه، ولكن الا تبعتوها الطريقه ديالي ان شاء الله غادي تجيكم ساهله، ما يكون عندكم حتى شي مشكله فيها. انتما لا ليزيغ على لا ليزيغ وتنتقلوا بشي حاجه هنايا. من بعد ما قديت التوب حطيت لا ليزيغ على ليزيغ وميترونس طاحت على ميترونس. سمحوا لي البنات الا كنت كنطول في الشرح غير باش تفهموا. كناخذ الطول ديال الكليانه، الطول ديال السيده متر 41، داخله فيها 8 سنتيم ديال التكفيفه، كنقبض متر 41 من الاخر تاع التوب، يعني هنا ما مطويش وكنطلع نيشان عند الجهه اللي مطويه، نيشان جهه مطويه. كنقلب على متر 41 هاي، كنت راسي هكا فوق لا ليزيا. المهم هذا قفطان ان شاء الله غيتخدم بالراندوم، يعني غيتخدم نقدر نشاركو معكم. عندي 8 سنتيم ديال الكول، وكناخذ الكتاف. الكتاف عندي فيهم 41، 41 لا قسمناها على جوج كتعطينا 20 اونص، كنزيدو على سنتيم الخياطه هي 21 ونص، كنطراسي 21 ونص هكا. هيا كنهبطو بربعة سنتيم، كنطراسي هادي هكا، كنجي الكول غنهبط به بحداش سنتيم. هنا فين كنخدم البيروكي، إلا بغينا ما بغيناش كنقور، نقدر نقور غا بيديا هكا، كنجيب تقوير هكا داير بحال هكا، واضحة؟ كنجي لطول الصدر، كناخذ الطول ديال الصدر هكا، يعني هو اللي كنقولوا ليه، كاين اللي كيقول لي طول الصدر، كاين اللي كيقول لي التركيز. عندنا فيه 24 سنتيم، 24 سنتيم خديتها، كناخذ النص ديالها هي 12، كنطراسيها هكا من نفس البلاصه ديال العنق ديال السيده. كنهبط بالحزام، طول الحزام عندنا فيه 38، وكنهبط بطول لي هونش مره باش ما نعقدش على راسي. طول لي هونش هو 58. كنجي للجلايب، السيده بغاتها ايفازي، يعني غنعطيها 45 في الجلال، 45 مزيانه. المهم الايفازي كيبدا من 40، المهم على حسب عرض لي هونش اللي عند السيده. عند السيده عرض لي هونش مثلا 30 31، كنزيدوها 10 سنتيم، المهم على حسب هي داكشي اللي بغات. ما كانتش غدير الفتحه راه حنا تنزيدو، ممكن نزيدو حتى 50 في الجلال الا كان بلا فتح، بلا فتحه القدام. دونك خدينا طول الصدر وخدينا طول البنات، خدينا الطول ديال الصدر ديما من هنا، نقبط الكاميرا باش نبين لكم مزيان. طول الصدر خدينا من هنا وخدينا من ديك البلاصه ني الطول لي هونش، طول لي هونش اللي هي هادي،
وخدينا طول الحزام ها هو دونك صدر لي هونش والحزام. ناخذ عرض الصدر من ديك النقطه اللي درنا عندنا عرض الصدر فيه 27 27 كنزيدو على سنتيم ديال الخياطه هي 28. عندنا عرض الحزام نفس عرض الصدر حتى هو 27 كنديروه. هاد كي اللي كتكون عنده الكرش متي المهم هاي خدينا 28 ديالنا 27 زائد سنتيم الخياطه 28. عندنا لي هونش 31 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 32. هاي خدينا دابا مادام عندنا قد الصدر قد الحزام يعني خصنا ندخلو شويه ندير واحد التحريفه في جهه الحزام باش ما ديك الخويه اللي كتكون عندنا هنايا خصنا ندخلو بها حيت عندنا حنا نفس الحزام نفس الصدر السيده عندها الكرش. كنجيو لهاد الصدر هاد النقطه ديال الصدر ديال 28 كنهبطو خط مستقيم مع الحزام ها هو مثلا بحال هكا كنهبطو خط مستقيم وكنعبرو 8 سنتيم باينه كنهبطو من الصدر الطريق ديال الحزام ب 8 سنتيم كنشدو ديك 8 سنتيم ها هي طراسينا هنا كندخلو فيها بواحد ونص حيت السيده غليظه شويه هاي دخلنا بواحد ونص كنجيبو هذه غير بيدينا هكا بالنقط هكا كنصيلو مع هاد النقطه ديال ديك واحد ونص اللي دخلنا بها وكنخرجو لعند الحزام. شتو ها هي دخلنا هنا فين عندنا الصدر هبطنا ب 8 سنتيم دخلنا فيها بواحد ونص الا كانت الكليانه رقيقه كندخلو بجوج سنتيم وكنجيبو هاد الطراسيه بحال هكا وكنخرجو بها عند الحزام ها الحزام بحال هكا. نتمنى انه يكون الدرس مفهوم. دونك دابا اش كنديرو كناخدو المسطره وكنشدو من النقطه ديال الحزام كنهبطو بها لي هونش هانتوما ومن لي هونش كنصيلو بخط حتى لعند الجلال هانتوما النقطه ديال الجلال حيت هذا قفطان ايفازي بلا حزام غيتخدم براندا. بقات لينا هاد الودينه هذه اللي هنا باش ما تكونش عندنا الودينه كنطلعوا بواحد 3 من 3 حتى 5 سنتيم كنطلعوا بها هكا وتنجيبوها هكا لعند النص ديال الجلال باش ما يبقاوش دوك الجنيوحات. راه كتشوفوا بعد الجلال كتكون السيده لابساها وجناوح طايحين لها في الارض كنديروا هادي باش ما كيبقاوش دوك الجناوح. دونك ان شاء الله شنو بقى لينا بقى لينا التركيز بقى لينا التركيز طريقه غتكون غندير لكم طريقه سهله كتقبطوا من هنا جهه العنق حتى التركيز ديالنا قلنا 24 24 كنقسموا على جوج كتعطينا 12 كنشدو من هنا كندوزو على ديك 12 سنتيم بحال هكا كنشوفو الكتف شحال عندنا. الكتف قلنا عندنا 20 اونص زائد سنتيم ديال الخياطه عطاتنا 21 اونص ياكو. هاديك 12 سنتيم اللي كنديرو اللي كناخدو منها النص تاع التركيز كنديروها ناقصه على الكتف بجوج سنتيم. دونك هنا الكتف عندنا 21 اونص غنقصو منها جوج سنتيم شحال غتولي عندنا غتولي عندنا 19 اونص. غنديرو النقطه ديالنا هنا عند 19 اونص شتيها هاهي هنا 19 اونص صافي. كنجيو لهنا كنهبطو من النقطه تاع الكتف لعندها 19 اونص. مهم باش هنا ما تجيناش مخنشه هكا وما تجيناش ثاني مزيره حيت لا تزيره تغتصير لينا الصدر ديالنا. دابا بما اننا خدينا النقطه هنا ديال 19 اونص وعندنا التركيز هنا دخلنا به بجوج سنتيم باش تكون التقطيعه غادا نيشان ما تكونش محرفه نقدروا نخدموا بيروكي نقدروا نخدموا بيروكي نقدروا نخدموا غير بيدينا. هانتوما
خدمنا بالبيروكي ها هو ها القطعة هنا وكندورو هكا صافي. هنا منين دخلنا بهاد سنتيم بهاد سنتيمونس ما تتبقاش عندنا التحريفه وتنكونوا حافظنا على جهه التدي ديالنا ما يجيناش مزير. الفيديو ديالنا اليوم سهله. انا غادي نقطع هاد من بعد ما طويت الثوب على جوج البنات ها هو طويت على جوج. دابا ان شاء الله دابا غنستعمل الداخل في الخارج. دابا غادي نجيب الثوب الاخر غادي نحطو غناخذ جلال من هنا وغناخذ صدر من هنا العكس ديال قبيله. خليكم معايا يلا البنات. من بعد ما درنا الطريقه اللي قلت لكم حطينا هاد لاليزيغ هادي تتكون خارجه على الظهر بحال هكا. زومي لي انا خارجه على الظهر بحال هكا ها هي شتوها حيت هنا غتكون عندنا الخدمه الظهر ما عندولاش نديروه. المهم قبل ما نقطع عندنا واحد التعديلات شويه. يعني عندنا هنا هاد 8 سنتيم اللي خدينا ديال الكول ها هي كنهبطوا في العمق غير بجوج سنتيم هاي جوج سنتيم وكنجيبو هادي لعند هادي هاك. زومي باش يفهموا الناس مزيان. المهم ها 8 سنتيم اللي عندنا هنا كنهبطوا فيها بجوج سنتيم ما نهبطوش بحال القدام اللي هبطنا ب 11 حيت القدام غندورو ليه الراندا والظهر ما خصوش يجي بحال هكاك. هبطنا بجوج سنتيم وقورناها بحال هكا هاد التحريفه هادي. التعديل الاخر اللي عندنا هو ان ها النقطه هنا فين دخلنا هاو هنا فين دخلنا بسنتيمونس ديال الامام ديال التركيز هاد سنتيمونس حنا غادي نرجعوها حيتاش الظهر ما خصوش يجي قدو قد الامام. الامام خصو يجي محرف شويه الظهر لا. غادي ديك سنتيمونس اللي خدينا حنا تسلفنا غنعاود نرجع البنات ديك سنتيمونس اللي كنا نقصنا في الظهر غنرجعوها غنخرجوا بها. ها هي شوفوا واش كيبان لكم مزيان. المهم ها الامام ها السيلو ديال الظهر يعني رجعنا ديك سنتيمونس على حساب الظهر كيبغي شويه فين يلعب. صافي هادو هما التعديلات اللي كاينين. دابا ان شاء الله غادي نقطعو ونرجع معاكم. ها نتوما هذا هو الطرف اللي شاط ليا شوفوا قداش يعني الا عرفتوا كيفاش توصلوا جوهره ما غتبقاوش ديروا شي طريقه اخرى. بالنسبه سيرتو الا كانت السيده ما غليضاش بزاف يعني 30 المهم حتى 30 كثر كتكون طريقه اخرى. المهم هذا غنشدو غادي نطويه وغنفصل به الكمام يعني غنفصل الكمام ديالي مخيرين حتى واذا كانت جلابه غنفصل حتى القب ديالي حتى هو غيتفصل مزيان. المهم اهم حاجه البنات هو هاد الثوب هذا في الكمام خصو يكون مقاد باش الكم حيت حم جلابه منين كتلجي تلبسها مولاتها الكم ديالها كيعواج كيولي كم حول كيعواج ما كتعرفوش مناش الديفو ديال الفصاله. يعني خاصو منين نطوي الثوب هكا نطويه خصني يكون الثوب مقاد عندي فهمتوني يكون الثوب هكا غادي مقاد. زومي شويه على هادي يكون الثوب غادي مقاد ونحس به بان كاينين جوج ديال الطروفه لان الكم مسدود من هنا خصني نحس به هنا نمسو مزيان باش ما يفلتش ليا شي كم ونولي فشي حاجه ماشي هي هذيك. المهم هاو شكي كيبان لكم مقاد دوك دابا يمكن لي نطراسي الكم ديالنا. عندنا الكم ديالنا فيه 56 عندنا الكم ديالنا فيه 56 عندي 56 وانا غندير الراندا يعني غندير الدرس خصني الكم يجيني مفيني يعني يجيني في مفيني الكم مفيني خصني نخلي 4 سنتيم اللي غادي نطوي فهمتوني. دونك غناخذ قلنا 56 نطراسي هنا عندي 56 زائد 4 سنتيم كتعطيني 60 ندير 61 لان سنتيم غيمشي ليا الفوق ها هي 61 ديالنا. اللهم نزيد وندير لي سياج للكليانه ديالي وتبقى هي على خاطرها ونبقى حتى انا مرتاحه في صالتي. عندنا راس الكم عندي 36 مقسومه على جوج كتعطيني 18 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 19 سنتيم كناخذ 19 سنتيم ديالي بحال هكا ها هي 19 ديالي
صافي كنمشي بها نطراسي هكا. دابا فين كما قلنا هنا غنديرو زاويه قائمه، الى كاين المثلث كان احسن. انا غادي نسطر انا بيديا هيا من هذه النقطه هذه اللي شديت البدي ديالكم، غندير زاويه قائمه. هيا سطرت هنايا، كتصور غنجي هاد الخط هذا اللي سطرت انا هبط ب 12 سنتيم. هاي 12 سنتيم كنجي لهنا البديه ديالكم حتى لهنايا كانت راسي 24 اللي درنا في التركيز، كنقسمها على جوج كنولي نقسمها على 4. نتمنى يكون الشرح واضح ليكم، ان شاء الله اللي ما فهمتش نعاود ليها الدرس. ممكن نقسمها على 4، كنجي لهنا لهذا النص الاولاني كنطلع فيه بسنتيم، وكنجي لهذا النص الاخر كنهبط فيه بسنتيم ونص باش ما تجيناش ديك تنقولوا حنا التكشكيشة، وكندورها هكا بيديا. واضح؟ باش نتاكد كثر وما نمشيش نقطع الثوب وتكون خاصاني شي حاجه، كنجيب الضوبه ديالي ها هي ديال الامام، وكنخرج واحد سنتيم حيت هنا الكم مسدود وهنا الكتاف ما مسدودينش، كنخرج واحد الكم واحد سنتيم ديال الخياطه، وكنبقى غادي على داك التراسي اللي درنا ديال السيلو. هاك ها نتوما جاتني نيشان، ها هي نيشان جاتني صغيره كنزيد. صافي هذا سالينا منه، كنجيو لهنا يا اما تناخذ العبار ديال السيده من راس الكتف، الا كانت بغات الكم هكا سليم ولا شي حاجه كناخذ العبار ديالها وكنحطوه كنهبطو من راس الكتف لهنا ب 20 سنتيم، وكنحطو العرض ديال الكتف ديالها اللي هو هنايا كنحطوه هنا، يا اما كنديرو قياس ستوندار وكان السيده ما تبغيش سيرتو هاد الجوهره ما تبغيش تجي لاصقه. دونك ها هو الكم ديالنا تراسيت من هنايا ومن هنا. دابا ان شاء الله غادي نقطعو ونرجع معكم. هو كنجيو لهنا ونشوف ديك 4 سنتيم اللي درت على حساب سميتو كندير لها الكرانج، لان كيدوزو هكا مولا طراندا ولا مهم ضروري تنكرانيو الطول ونكرانيو هكا الكم باش العبار ديالنا ما يمشيش بحال هكا. كنحطو عليها الوريقة اللي غندفعو بها المولا طراندا باش تعرف شنو دير. ها نتوما الطرف اللي شاطلينا، يعني الا كنا غنديرو القب راه حنا عندنا، الا كانت جلابة راه حنا عندنا فين غادي نخرجو. السلام عليكم الى درس قادم ان شاء الله، نتمنى الكولاشين ديالي تفيدكم ان شاء الله وتفهموا الدروس اللي تندير. الى ما فهمتوش كتبوا لي كومونتير نعاود لكم الشرح ديال الدرس اللي ما فهمتوش. دخلوا عندي الانستغرام راه تنكون دائما في التواصل، كنجاوب على الاسئله اللي كتكون في بريفي وكل شيء. نتمنى لاشين ديالي تعجبكم. السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تزيل ودائعه، إلى درس قادم إن شاء الله. باي باي عليكم.